Zachariah Shabbat Astronomy, Sophie Aldis. صوت واضح يا شباب. اذا ممكن تستخدموا مايكات عم يسمع عندهم ماي. طيب اذا صوت واضح في مكيف شغال. صوت واضح. طيب اذا اهلا وسهلا فيكم. نحن بمجلس اداره الاعمال ام بي اي الفصل اس 19 مقرر اداره المشاريع في ام 12 انتصر في 1 رقم جلسه يوم 7 تاريخ اليوم هو 17/11/2019. رح نحكي نبلش بتخطيط الزمن المشاريع. رح ناخذ الجزء الاول من الموضوع. انا دكتور اياد سكر مدرس بمنطقه المطار. طيب اذا بعد ما المعلومات التنظيميه رح ابدا مباشره باستعداداتي. قبل ما نبلش في اي اسئله على الشهر المره الماضيه؟ انا بذكر المره الماضيه حكينا عن المرحله الاولى من دور هذا المشروع اللي كانت مرحله التعريف. رح استرجع عده شغلات شفناهم فيها. اول وثيقه للبروجكت شارتر، بعدين الوثيقه الثانيه طبعا هي وثيقه المشروع الرسمي، الوثيقه الثانيه سميناها بروجكت سكور ستيتمنت بيان نطاق المشروع، تبسيط للسكور ستيتمنت والتعريف تعالي مستوى المشروع. تفضلي ولا تفضلي. بعدين بلشنا نحكي بالتعريف واخذنا الوثيقه الرئيسيه او الاداه الرئيسيه اللي اسمها هي دبليو اس ورك بريك داون ستراكشر. اخذنا الاو بي اس اورجنايزيشن بريك داون ستراكشر، حكينا عن الورك باكجز، واخر شيء نهينا بوصفه المسؤوليات. اذا كان هذا الريسبونسبيلتي ماتشز كان هذا محتوى المحاضره السابقه. ايه تفضلي ولا شو سؤالك اما نبلش. طيب ريت موجودات حطينا السؤال. إذا محاضرتنا اليوم رح تكون هنا المحاضرة السابعة رح نحكي على موضوع تخطيط الزمن في المشاريع الجزء الأول. في جميع الأحوال وإذا أي مشروع هو أي مشروع هو مدة تنفيذه له مدة معينة، هون أنا أقول له لازم ننفذ مشروع خلال مدة 6 أشهر. أي مشروع أول أهم صفة من خصائصه هي مؤقت. وبالتالي محدود الزمن، اما بعد ما ينقص وضعه في التشغيل والاستثمار هذا في شغله ثانيه، احنا عم نفكر بتنفيذ المشروع، بناء المنتج تبع المشروع. فحطيت لكم اياها 6 أشهر وريدها حتى تكون قراب من بعض. بعد ما نخطط مشروع نقوم بتنفيذه خلال 6 أشهر. هذيك الاستثمار والتشغيل وليس التنفيذ. هذيك خلص انتهى المشروع وسلمناه وعم نستثمر نتيجه ونستثمر 30 40 سنه. متعمرنا بنعي وفي 100 سنة بقى مدة المشروع هو مدة تنفيذ المشروع وليس استثمار نتيجة أو تشغيل. إيه إذا جمعنا الأرقام فينا نحصل على مدة المشروع مضبوط، بس لسه ما أخذنا أجوبة تاخذ يوم بكرة. إنه ما فينا نحن جمع بدنا نجمعهم من خلال شبكه. من خلال شبكه وبالتالي نوصل نوصل بعلاقات بين الانشطه والشبكه لحتى نقدر نحسب مدته، يعني نحسب الفرق بين اول تاريخ اول نشاط وتاريخ نهايه اخر نشاط. تعطيني مدة مشروع. اذا معناتها انه المشروع مدته 6 أشهر وليس 10 سنين. يعني بدك تبني مشروع خلال 6 أشهر. منتج اللي هو مشروع 6 أشهر. اي طبعا الموضوع هو المرحله الثانيه اللي رح ناخذه اليوم رح نشوفوه هو طلبات المرحله الثانيه للوظيفه. لا يا وداد مو بدي اقلع المشروع. انا بدي نفذ، انا بدي اعمل بناء. بدي اعمله خلال مده 6 أشهر بدي اعمله. ممكن بلش اللي بعد مثلا بلش بالشهر التاسع بضل معي للسنه الثالثه السنه الجايه حتى ينتهي تنفيذه. هي مدته المده ديوريشن بس بعد فتره بدي بدمسه. هيك مفهوم، مو انت بدي اخلع فيه. بعد 6 أشهر لا. طيب تفضل سؤال ثاني.
في شاشة، في عندكم شاشة يا شباب؟ ايه شو السؤال عن دبليو اس؟ ايه في عندي احسب الاعمال؟ احنا حطينا اما حسب البرودكت او البروسيس، الاعمال هي حسب البروسيس. اذا اما بحسب البرودكت او بحسب البروسيس. طيب إذا رح أجي إلى محاضرتي، مثل ما قلنا نحن بمحاضرة سابعة ورح نحكي عن تخطيط الزمن في المشاريع، محتوى رح يكون أول شيء رح نحكي عن مبدأ التخطيط ومفهوم التخطيط بشكل عام، رح نشوف إجراء تخطيط الزمن في المشروع، مقسم ثلاث خطوات أو ثلاث مراحل، بعدين رح نشوف كيف المرحلة الأولى هي الصف الوصل مع مرحلة التعريف اللي هي إنشاء الـ WBS والحصول على أوراق العمل أو حزم العمل Work Packages. بعدين رح نعرف الأنشطة، بعدين رح نسلسل الأنشطة. وهي بكون صرنا جاهزين حتى نرسم شبكة المشروع. إذا أول شيء التخطيط. ليش رح نخطط؟ للإدارة أحد يعني أول وظيفة من وظائف الإدارة بحسب هنري فاير مكتوبة في مقرر مبادئ الإدارة هي التخطيط. إذا التخطيط هي وظيفة من وظائف الإدارة الأساسية، التخطيط والتنظيم التوجيه والرقابة. اذا نحن لحتى نمثل الاعمال اي عمل لازم نخططه، لازم نحدد شو الهدف تبعنا ولازم نرسم خطه. الخطه هي مجموعه من الخطوات والمراحل متوازيه ومتسلسله اللي بتنقلني من الوضع الراهن للوضع المستقبلي اللي هو الهدف المحقق. هي طبعا مثل ما بتقول النور كان النور شو المطلوب. اذا ضروري انه حتى اقدر امثل المشروع اول شيء بحط هدف المشروع، بعدين بحط اليه لحل الوصول لهالهدف هذا. الآلية للوصول للهدف هذا نسميه خطة المشروع. إذا خطة المشروع هي الآلية للوصول لهدف المشروع. هلا التخطيط ما شفنا جزء أول ارتباط وثيق مع التنفيذ، أنا بدي أنفذ ما خططت له، ولكن ما بدي إنه أترك حالي فقط إنه عندي الخطة وعندي التنفيذ، بدي أضمن إنه التنفيذ عم يتم وفق الخطة من خلال شغلة اسمها المراقب أو الرقابة. الرقابة رح تقيس لي الفرق بين الخطة ما يتم تنفيذه فعليا، أنا بسميه الأداء الفعلي، مع ما تم التخطيط له الخطة يصير بالأساس نسميه فارينسز. الفارينسز انحرافات، المفروض تكون معدولة قريبة للصفر، إذا كانت أكبر من حد معين، إحنا لازم ناخذ شغلة اسمها كوركتيف أكشن، أعمال تصحيحية أو أعمال وقائية، بريفنتيف أكشن. وإذا كان انحراف كثير كبير، ممكن إنه معدل الخطة. إذا هيك يصير عندي ربط بين التخطيط والتنفيذ والمراقبة. هلا المشكله التخطيط او يعني القضيه الاساسيه للتخطيط هي انه نحن بدنا نخطط لشغله بالمستقبل، وبالتالي بقول المستقبل يعني انا معلوماتها ما عندي اياها اليوم، ما عندي معلومات الحقيقيه النهائيه، لهيك انا بدي اقدر بدي اعتمد على نسوي استيميشن تقدير لمده يعني تقدير للمعلومات. عندي هذه المعلومات المده الزمنيه للانشطه، وعندي قديش الكلف هذه الأنشطة وقديش الموارد تحتاجها هذه الأنشطة. إذا أنا بدي أعتمد على مبدأ التقدير، بس وقت مو تقدير يعني ما ضروري يكون 100% دقيق، لهيك بدي أعتمد على عدة طرق رح نشوفهم الأسبوع القادم. طرق التقدير وأصول تقدير السنة لحتى أوصل لأقرب التقديرات الأقرب لنا. مشكلتنا يعني هيك ثقافتنا الشرقيه يعني عندنا التفاؤل اوبتيميزم بالتقدير، يعني نعتبر انه اي شغله فينا نساويها، مثلا شغله بدها 5 ايام نقول فيها نساوي 3 ايام، مضبوط بنضغط مع حالنا نساوي 3 ايام، بس احنا مو كل شيء بالمشروع فينا نمشي ب 150% من طاقتنا من طاقه كل فريق العمل من اول مشروع لاخره. اوكي؟ اذا نحن نقدر بالاحوال العاديه، بالاحوال العاديه. العاملين ممكن حدا منهم يمرض، ممكن حدا يتاخر، ممكن واحد احد الايام يكون المود تبعه سيء، اذا بالاحوال العاديه. في نعتمد على مبدا باريتو، باريتو لو قانون لو قانون باريتو بيقول انه قانون 20 80 هذا جاي من التصوير انه 20% من الزبائن بيولدوا لي 80% من المبيعات. اذا انا بركز على 20% من الزبائن نفس الشيء، انا ممكن يكون عندي 20% من أنشطة المشروع
20% من أرصدة المشروع مش هتكلف 80% من المنتج، و80% من أرصدة مش هتكلف 20% من المنتج. أول شيء بركز على 20% الأنشطة مش هتكلف الجزء الأكبر اللي هو 80% من المنتج. بعدين الزرع عندي أو بعدين على الأنشطة اللاحقة. هلا تقدير الزمن أصعب من تقدير الموارد، لأنه الزمن ما فينا نوقفه. الزمن ما بيرجع لورا. بينما الموارد خصوصا بعدين انا ممكن يصير حسابي بالثالث، ما في مشكله يعني، او يعني في ممكن يصير حسابي بالثالث ووزير بده يروح بس يصير المدير، اما الجراح ما راح يصير. هلا اذا انا عندي الخطه راح يكون عندي انا الوضع الحالي اكس اليوم، الان بوزيشن هو الهيلث تبعه، والكوست يعني الطريق من الوضع الحالي للوضع المستقبلي هو الخطه تبعي. بدي اخذ بعين الاعتبار مجموعه من الاعتبارات وانا عم خطط، انه اعتبارات وفنيه، انه في شغلات ما بتصير قبل شغلات، يعني في شغلات لازم تصير قبل شغلات ثانيه، وهي رح نشوفها اليوم. بدي اخذ اعتبارات سيفتي امان ويعني امن وامان صناعي، انه الشغله فتره كثير يعني ما بصير مساويها بسرعه مثلا، او لازم نكون كثير متامنين فيها. بدي ممكن اخذ بعين الاعتبار كمان انظمه قوانين وتشريعات و السياسات مثلا في تربيعيا ما فيني اشتغل الشغل ودوت البيئه مثلا، بعض بدي انا اضطر اشتغل بطريقه مختلفه بادوات مختلفه ممكن تاخذ وقت اكثر مثلا. الى طيب نجي هلا على الاجرائيه، الاجرائيه هي من ثلاث خطوات، اجرائيه تخطيط الزمن بالمشاريع، ثلاث خطوات، الخطوه الاولى هي تنقلني من مرحله التعريف لمرحله التخطيط، هي انشاء الـ WBS. Work Program Structure اللي حكينا عنها الاسبوع الماضي. هيكل تقسيم العمل. المرحلة أو الخطوة الثانية هي نعرف أنشطة المشروع، الخطوة الثالثة نعرف العلاقة البينية بين هذه الأنشطة والثالثة والسلسلة لهذه الأنشطة، يعني إذا في هذا أرسم شركة المشروع. خلينا نشوف الخطوات الثالثة. دبليو بي إس هيكوس كلمتين ثلاثة عنهم، البنية التجارية اللي حكينا عنها اللي أخذنا نحن الناتج النهائي المشروع، الناتج النهائي المشروع جزأناه والاجزاء الاجزاء والاجزاء الصغيره الاجزاء هي ولين ننزل حتى وصلنا لمستوى المنتري مستوى اساسي سميناه نحن مستوى الورك باكجز بتذكروا مره ماضي هدول من هذه الاوراق اللي هون موجودين تحت عنا هون هدول من الورك باكجز من اوراق الشجره هدول الاوراق بتذكر الشجره طبعا ما ضروري الاوراق اللي كنا نفس العمر سميناه الورك باكجز هم حدا معمل هي مخرجات بدي وصلها اذا هالورك باكجز هن أنا اللي بدي استخدمهم اخذهم مخرجات مرحله التعريف واحطهم بمسلسلات مرحله التخطيط. واضح يا شباب؟ لهون؟ اذا هلا رح نشوف انه نحن كل وورد باكج اللي هو ادنى عنصر صاحب التعريف رح نربط معه شغلة اسمها اكتيفيتي نشاط. اذا النشاط هو العمل اللازم للحصول على حزمة عمل. الاكتيفيتي او النشاط هو العمل اللازم للحصول على وورك باكج. وبالتالي انا رح اخذ رح يصير عندي قائمة بالانشطة. اللي هي هلا مثل ما قلت لي عنها وزارة هي الاعمال. اذا قائمة بالانشطة، هذه الانشطة مجمعها مع بعض الأنشطة اللي لها طبيعة متشابهة خاصة بمرحلة. إذا المرحلة هي عبارة عن شغلة وهمية، عبارة عن كلاستر فولدر مصمم، بحط فيه أنشطة لها طبيعة متشابهة، مثلا كل شيء أعمال تصميمية بحطها بمرحلة التصميم. كل شيء أعمال تحليلية بحطها بمرحلة التحليل. كل شيء مثلا أعمال تسقيط بحطها بمرحلة التسقيط. كل شيء أعمال كسوة بحطها بمرحلة الكسوة. شايفين إذا هي عبارة عن كسوة. هلا المشروع فينا نشوفه عباره عن مجموعه من المراحل. اذا في شيء بنكتبه، في شيء تحت. اذا المشروع هو عباره عن مجموعه من المراحل، وكل مرحله عباره عن مجموعه من الانشطه. هلا قد يكون المشروع كثير كبير، وبالتالي تقسيمه لفقره مباشره لمراحل بصير شغل معقد. اعطيكم مثال، نحن عندنا مشروع بدنا ننزل ضاحيه سكنيه. مباشرة انا بقول والله مرحلة الابنية عن هيكل، مرحلة الابنية بالكسوة الداخلية، مرحلة الكسوة الخارجية، صار معقد هيك. فاعطيني انا جزء المشروع عندها مشاريع جزئية. بروجكت بألف مؤلف من سب بروجكت، مثلا انا ضاحية سكنية مؤلفة من 10 جزر.
كل جزيرة هي سب بروجكت، وبالتالي سب بروجكت هو بروجكت، وبالتالي فينا جزء من الأجزاء لمشروع جزئية أو لمراحل. طيب الضاحة إذا كان نقسم على 10 سب بروجكت 10 جزر، هلا كل جزيرة فيها 10 أبنية، إذا كل بناء كل جزيرة فيها 10 أبنية، إذا كل بناء هو سب بروجكت. هلا البناء هو بروجكت لأنه سب بروجكت، وبالتالي نقسمه إلى ثلاث مراحل: بناء على هيكل، بناء إكسار داخلي، بناء إكسار خارجي. إذا مهما يكن المشروع معقد، قد ما كان معقد، فينا نتناوله من خلال تجزئه وتجميع مكونات نهائية. إذا فرض كسر فينا نجزئ نبثل نركب ويطلع عندي النتيجة النهائية. واضح يا شباب؟ عم يصير تقسيمه وتجزئه. هلا رح ننتقل للخطوة الثانية اللي هي مرحلة، أو الخطوة الثانية اللي هي تعريف الأرض. إذا النشاط مثل ما قلنا هلا بشوي هو رح يكون، رح ناخذ نحن كل ورك باكج، كل حزمة عمل، ونلزق فيها نشاط، نعرف النشاط اللازم للحصول عليه. إذا كل ورك باكج رح يكون مقابل نشاط، النشاط هو العمل اللازم للحصول على الورك باكج. إذا رح لهيك رح يكون النشاط هو أدنى عنصر بالتخطيط. مثل ما كان الورك باكج أدنى عنصر بالتعريف، النشاط رح يكون أدنى عنصر بالتخطيط. هلا النشاط من كلمة نشاط أكتيفيتي باللغة العربية، أكتيفيتي أو بالإنجليزية أكتيفيتي نشاط، بيعطينا انطباع مباشرة إنه له مدة زمنية. عكس كلمة إذن للحدث. هلا مثلا الحدث مثلا انقطع الكهرباء، ضرب الكهرباء، كان في قوم، اذا الحدث هو شغله عم تخلص لحالها، ما عم نبذل اي نشاط وما عم ننفذ شيء. بينما النشاط احنا عم نبذل جهد معين خلال فتره معينه للحصول على نتيجه. لهيك له خصائص نشاط. اول شيء اهم شغله انه له ديوريشن. مثلا اذا انا بدي اخذ حكم في بناء هذا نشاط. الطابق الأول هذا نشاط، صب بالنساء طبعا الطابق الأول هذا نشاط، بدي يساوي تقريبا لا الشقة رقم واحد هذا نشاط، بدي يركب بواب الشقة رقم اثنين هذا نشاط، هذا كم أنشطة. طيب هي أوقافية إله مدة. ثاني شيء بيستهلك موارد. هلا من تعريف الورد باكيج الموارد البشرية اللي حاسس ان الورك باكج هو نمط واحد من النظام البشري، ذكروا ان تركيب الباب وتركيب الناس. اذا لهيك النشاط يعني بيستهلك موارد بشريه وغير بشريه، بشريه الى نفس النمط. لو كانت عده انماط صار نشاط معقد بالاساس، صار نشاط لانه كنا بنجزئ ونلزق الانشطه عم نسوي الورك باكج. بيستهلك مواد ويستهلك تجهيزات. المواد هي شغلة بتحطها بمشروع دروس، التجهيزات هي العدة والأدوات المستخدمة عدة مرات. بنعبر عنها بصيغة فعلية. إذا تذكروا باب مركب هذا هو شو؟ باب مركب هذا ورك باكج. تركيب الباب هذا نشاط. إذا بنقلب الباب بصيغة فعلية. واضح يا شباب؟ مثال
مثلا كتابة يوزر جايد لبرنامج عنقاوي حفظ الإعدادات مثلا، بالمشاريع اللي بعد ما في مثلا رابطة أو مشروع تنظيم رابطة، تنفيذ الاستبيان وتحليل بيانات، مثلا كتابة يوز كيس لحالات الاستخدام بالتحليل البرمجيات، تصميم الواجهات. تصميم واجهة معينة إلى آخره. طيب هلأ في عندي مجموعة من الخصائص للنشاط. أول شيء أو يعني النشاط إلى ستيتس، إلى حالة وضع بأي لحظة، طبعا الوضع هذا قابل للقياس. بأي لحظة أنا فيني أعرف النشاط إما لم يبدأ العمل به او مجدد منتهي او قيد العمل، وتكون قيد العمل في نحدد السنوي مثلا 50% 70% 80%. مثلا الصوت مو واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ طيب ما هي لسه ما يصير ينقش فيه. طيب اذا النشاط الى ستيتس، الى الحاله او لا، مثلا عندنا نشاط حاط الحفره في البدايه، باي لحظه انا بروح؟ باي لحظه انا بروح وطلع أما بلاقي إنه الأرض مستوية إذا النشاط لم يبدأ، أو بلاقي الحفرة مقولة منتهية إذا النشاط منتهي، أو بلاقي حفارات عم تحفر وبالتالي فيني أحدد والله مستوى مجدد مدة 60%. إذا إلى حال كل نشاط إلى مدة وبالتالي إلى تالي بداية صار نهاية. إيري وتعظيم وغير تعظيم، الأعمال المشاريع هي أنشطة، أنا بدي أكون تنفيذ أنشطة. هلأ كل نشاط له نتيجه محدده، وقت انا عم اقول حفر الحفره بعد نتيجتها حفره محفوره، هي النتيجه هي الورك. كل نشاط فيني اقدر قديش بده زمن وقديش بكلفني، قديش بده زمن ضد الزمنيه، قديش بكلفني، قديش انا بدي اقدر له، قديش بده موارد، وقديش كلفه هذه الموارد، وبالتالي فيني انا اقدر اعرف قديش كلفته. اذا عرفت كلفه كل الانشطه بجمعهم بتجميع معين فيني احصل على موازنه المشروع، قديش رح يكلفني المشروع كله. وإذا ركبت الأنشطة بترتيب معين وعندي مدة الأنشطة فيني أحسب مدة المشروع، وهي رح أشوفها في المحاضرات الثلاثة هي والأسبوعين القادمة. مفروض وسطيا مدة الأنشطة تتراوح بين يوم و10 أيام عمل. بالمشاريع المتوسطة بالعادة مثلا في قاعدة اسمها قاعدة 88 قاعدة 88 يعني المفروض تتراوح بين 8 ساعات عمل يعني يوم و10 ساعات و 100 ساعة و 80 ساعة عمل يعني 10 أيام، هي بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإذا كان مشاريع كثيرة كثيرة يا بتجزأ المشاريع أو الأنشطة ممكن تكون مدتها أطول شوي. هلا المشاريع التطبيقية طبعا بكون فيها شخص أو عدة أشخاص للنشاط بنفس الاختصاص. طريقة تنفيذ النشاط ما بدنا نخترع بالمشاريع التطبيقية الهندسية التنظيمية إلى آخره. الميثود او التكنيك او طريقه تنفيذ اي نشاط معروفه، نحن عم نطبق تقارات معروفه. فريق العمل عنده خبره فيها، متعلمينها، مجربينها الى اخره، كل شغله شو كيف تتم، شو الاجرائيه اللي لازم نساويها، كيف لها النشاط، شو الادوات اللي نستخدمها، شو المواد اللي نستخدمها، كم شخص تبدا الى اخره. اذا انا ما عندي اختراع، ما عندي انوفيشن، ما عندي ابتكار، عندي عم طبق تقارات معروفه وبطرق محدده لحتى اوصل للنتيجه. يعني انا وقت بدي ركب نافذه كمثلا مع اللبنانيين وعم ركب نافذه، مو هو وقت بدي ركب نافذه بدي اخترع طريقه التركيب، بكون عنده خبره طويله ومباشره بدي اعرف كيف شو الحطب، شو ابعاد النافذه، حتى تكون مات الحطه الينو ولا مو ولا خشب ولا كذا، حتى تكون كيف بدها تكون الدقائق يعني حتى فتحه الشباك لبرا لفوق لتحت لكذا، اذا عنده ادوات وقالات لحتى ينفذها قبل القياس مثل ما. طيب هلا في عندي مفهوم اضافي انا ممكن ضيفه الى قواعد مثل يعني هو موجود اوقات بنحكي عنه واوقات بتصير تنخربط بينه وبين النشاط اللي هو التاسك المهم. الحقيقه وفي كتب تخربط بينها اللي احنا اصغر عنصر بالتخطيط حتى نكون متفقين هو النشاط، ولكن النشاط مو انه ممكن يكون 10 ايام، بقى ممكن مثلا انا اجي كلف ريم بنشاط معين ومدته 10 ايام وبكلف مثلا شو 5000 هذا النشاط
تجرين على ورقة لحالها، بتحط خطة صغيرة للنشاط تبعها على 10 أيام شو بتساوي؟ مثلا خلينا ناخذ مثال، نحن عندنا مشروع عم نساوي نحن مفاعل أو سد أو محطة توليد كهرباء كبيرة، بعد فترة معينة في عندي أهم أنشطة إنه أنا بدي أساوي هو ثمن صحفي. ففي عندي أهم أنشطة إنه أنا بدي أحجز قاعة مؤتمرات لحتى أدعي ناس لحتى أساوي مؤتمر صحفي. بقى عندي نشاط حجز قاعة مؤتمرات مدة مثلا 10 أيام لحتى أقدر أساوي الحجز، وراح يكلف ريم فيه وكلفة 500,000. طيب هلا ريم شو بتيجي بتساوي؟ بتيجي ب 10 صور أولا، بتقول أنا لحتى أحجز قاعة مؤتمرات أنا بدي أحدد قديش الموازنة، قديش الكلفة، أوكي بالأساس محدد لي إياها 500,000. بدي أحدد السايز ريكويرمنت، يعني بدي أعرف كم شخص بدنا ندعي، بقى أنا بدي أتواصل مع الستيك هولدر وأعمل حسابات وكذا مثلا، بقى عندي شوية عمل، بدي أحدد شو التواريخ المناسبة بالتوافق كمان مع الستيك هولدر الأساسيين ومدير المشروع، بعدين بدي نشوف بالمدينة اللي إحنا فيها شو في قاعات مؤتمرات يعني متوافقة مع التواريخ ومع الحجوم المطلوبة، أعمل لها زيارة، بعدين نقي وحدة مناسبة وثبت الحدث وإقامتها. إذا ناقصوا هدول المهام مش بعض إنه حد الثاني في منهم بده وقت يروح زيارة ونجي فيهم بالتليفونات، إذا هدول مهام منها بتنفذهم ري على مخطط لحالها، بس إحنا بالمخطط الأساسي اللي سميناه الماستر سكيجول تبعنا، الماستر سكيجول تبع المشروع ما بنحط فقط حجز قاعة مؤتمرات مدة 10 أيام ومفروض عنا ري وهذه كلفة 500,000. نحن لما ما راح افرق بين نشاط ومهم ومهمه، في اول عنصر التخطيط راح يكون هو المهام، عفوا هو الانشطه الاكتيفيتي. اوكي حبيت اذكر الدنيا واضح يا شباب؟ هلا عندي مفهوم المايلستون. المايلستون هي عباره عن نقاط علام زمنيه، نقاط بالزمن، يعني اغلب الاحيان عند النقاط هاي بدي انا اكون انجزت شيء معين. هلا ممكن احطها مع مناسبه النشاط هاي الصوره بس بتصير عندي كثير، اغلب الاحيان بحطها بعد ما انجز عده انشطه متضاربه ونحط مايل ستون. هلا مع نهايه كل مرحله اكيد بنحط مايل ستون، وحتى ضمن المرحله الواحده بنحط ممكن نحط اكثر من مايل ستون. مايل ستون ممكن تكون تواريخ معينه، مثلا اخر شهر اخر يوم بكل شهر. هي عندها النقطة هاي أنا بدي راقد وشوف باكم إجازة مع القصة. ممكن يكون مثلا تنين إيه تنين لا. ممكن يكون في أمل، يعني عند وصول شحنة، عند وصول الموافقة، عند وصول عند زيارة السبونسر. ممكن يكون على كيد الدبل، عند نهاية الإكساء الداخلي، عند نهاية الإكساء الخارجي. أوكي إذا فينا نشوف إحنا المال يكون عبارة عن درجات عم نمشي عليها خطوة خطوة حتى نوصل لهدف المشروع. هلا اذا هي شفنا هنا المرحله، اذا شفنا المرحله الاولى هي انشاء تشبيهات، المرحله الثانيه هي انشاء السكيتشر، هي انشاء التعريف الانشطه. هلا رح ننتقل للمرحله الثالثه اللي هي سلسله الانشطه. سلسله الانشطه هي تعريف العلاقه البينيه بين الانشطه. مين قبل مين؟ الانشطه ما لها معلقه بالهواء. الانشطه مترابطه مع بعضها. لهيك عندي انا علاقات منطقيه. يعني اذا قلت انا عندي نشاط تشييد الاعمده في الطابق الاول ونشاط صب السقف على الطابق الاول، اكيد بتقولوا لي اول شيء نحن لازم نشيد الاعمده وبعدين نشيد صب السقف، انه في تسلسل عشان صب السقف بينهار. اذا في علاقه سابق لاحق مثل ما يقول بندر. اوكي؟ اذا هاي بنسميها الاكتيفيتي ديبندنسيز، علاقات منطقيه للصور بين الانشطه. عندي لها تصنيفين. التصنيف الاول اسمه التصنيف الاول بيعطيني انه اول شيء عم بيعمل مندفر اجباريه، علاقه اجباريه مثل هون قلتلكم علاقه بين صب الاعمده تشييد الاعمده وصب السقف، هي علاقه اجباريه منطقيه اللي بنسميها هارد لوجيك، ما بصير الا نتقيس فيها والا ما نمشي ما نمشي الحال. عندي علاقه ثانيه اسمها اكسترنال، مثلا انا بدي صب السقف بس انا ما فيني صب السقف لحتى تجيني شحنه اسمنت، وشحنه الاسمنت هي من خارج داخل المشروع. فهي علاقه صب السقف مع علاقه مع مع يعني مع نشاط ثاني هو وصول شحنه الاسمنت.
هاي بنسميها external. وعندي الثالثة بنسميها discretionary. discretionary معناتها تفضيلي، معناتها انه عندي علاقة بين النشاطين، انا بفضل تكون هيك، اسمها الفاريا. هي بنسميها soft logic او preferred logic او preferential logic. اعطيكم مثال، نحن نتذكر وقت اخذنا الورد باكج تركيب الباب وورد باكج تركيب النافذة. طيب انا كمدير مشروع بفضل اول شيء ركب النافذة بعدين ركب ليش؟ لاسباب تنظيمية، انا ما بدي ارش تلفون مع بعض ورشة القلمين هلا كثير مضغوط، يعني هلا بدون مرتاح رح تنضغط بعدين، طب بدك تشتغل هلا، لاسباب تنظيمية، ما في اي علاقة اجباريه، في نحط بالعكس وفي مين الغي العلاقة بينها. اوكي؟ لحتى لو تساوي المخطط الزمني ولقيت في مشكلة، هذول العلاقات فيني اجي لهم او الغيهم وشوف صار السيميليشن. طيب هلا النوع اذا مر اول تصنيف، التصنيف الثاني وهو الاهم بالنسبه لنا هو تصنيف على نهايه وبدايه النشاط. نهايه وبدايه النشاط عندي اربع انواع من العلاقات: فينش تو ستارت، فينش تو فينش، ستارت تو ستارت، وستارت تو فينش. رح اعطيكم اياهم كيف. فينش تو ستارت يعني يجب ان ينتهي النشاط الاول حتى يستطيع النشاط الثاني ان يبدا. ثانية يجب أن ينتهي النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي. الثالثة يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن يبدأ. والرابعة يجب أن يبدأ النشاط الأول حتى يستطيع النشاط الثاني أن ينتهي. راح أعطيكم هلا دقيقتين ثلاثة استراحة، بس النشاط الأول هو كذا والنشاط الثاني كذا. بالنسبة للفينش نشاط هيك، يعني نشاط أول كذا ونشاط ثاني كذا، لحتى أشوف هل الفكرة واقعة عن طول لا. إذا راح وقت السلاح الزيت لقيتين ثلاثة وأسمعها تقولي بأمثلة واكتبوهم وبنرجع نشوفهم كله سوا وبعطيكم أمثلة أنا. بريك صغيرة بنرجع بعد شوي، خليكم.
طيب انت هتاكل معايا يا شباب؟ طيب اذا هلا عندنا امثله، رح نبلش بالنمط الاول finish to start. باستمرار هيك activity A must finish before activity B can begin. لاحظوا النقطة الأولى والكان على الثاني. ونعمل نقول printing the book then printing it. مضبوط. هبدأ إذا أنا حطيت النشاط الأول دائما بسميه A والنشاط الثاني B. إذا يجب أن ينتهي تشييد الأعمدة حتى أستطيع أن أبدأ بالصف السابع. لاحظوا انه انا ما بوصل السقف بلحظه الانتهاء ولكن اعتبارا هذه اللحظه هيك فينا نراها هيك ليس بدأ بالذهان حتى اخلص من بناء الحائط مثلا يجب ان انتهي من بناء الحائط حتى استطيع ان ابدا بالانتهاء مثلا امثله ثانيه هي فينش السقف هي الاكبر على فكره و 90% من العلاقات بين انشطه مهمه واخرى ليكو كيف نرى ستار بي بداية بي أكبر أو يساوي من نهاية A. بداية بي إذا بداية صف السقف أكبر أو يساوي من نهاية تشييد الأعمدة. لا يمكن بدء تصليح السيارة قبل انتهاء البخ مثلا. كويس. تمديد السواد ثم التطبيق. طيب هلا رح ناخذ هلا الثانيه ستارت تو ستارت يجب ان يبدا النشاط الاول حتى يستطيع النشاط الثاني ان يبدا. نص يجب ان يبدا الاول حتى يستطيع الثاني ان يبدا. توقف كل المثال. هلا هون مباشرة عندي انطباع انه هن اثنين نشاطين A و B رح يمشوا على التوازي بجزء كبير منه. رح يمشوا على التوازي بجزء كبير بس واحد ثابت الثاني بشوي. رح اعطيكم تجميع الكتاب والتجديد مثلا اذا عندي 1000 نسخة مضبوط انا جمع ال 1000 كتاب بعدين بلش اجلده، بعد ما جمع كتاب بلش جلده. جمع كتاب يعني التجميع بلش بعد ما التجميع بلش تجديد. الصوت مو واضح؟ الصوت واضح يا شباب؟ على اساس مش حال مشكلة الصوت وغيرنا الحاسب وظبطوا لي اياه بالجامعة كلهم. هلا إذا في إذا واضح الأغلبية بكون اللي عم يطلع عندهم مشكلة عندهم الناس اللي عندهم. طالما واضح عم واحد أكثر من واحد. هلا إذا في مايك مفتوح بسبب مشكلة. مباشرة نبهوني لحتى أنا شو اسمه سكره إذا ما هو سكر. كويس. هلا رح اعطيكم مثال، نحن بدنا نحفر خندق طوله 1 كيلومتر. طيب اذا بدنا نفتح خندق طوله 1 كيلو بدنا نحفر خندق 1 كيلومتر، هذا النشاط الاول، النشاط الثاني بدنا نمد عنده مجارير. ماشي؟ إذا هذا النشاط أنا ضروري أحفر ال 1 كيلو متر ضل مثلا أسبوعين أحفر فيهم أو 3 أسابيع بعد ما أخلص بلش مد الأساطيل بعندهم أو الأناجيل؟ لا أنا بعد ما بحفر 3 4 أمتار وماشي حفارة صار في تجي رابعة وبلش تنزل الأساطيل ونلزقهم مع بعض. إذا هي ستارت وستارت مع انزياح شوي صغير. وهي نفس العلاقة هي فينش وفينش. يعني انا يجب ان انتهي من حفر الخندق بعد ما انتهي من حفر الخندق بساعه مثلا ساعتين بكون انا عملت اخر كم مجهول او كم اسطل او كم انبوب وبنتهي من عند الانابيب. اذا اغلب الاحيان لما يكون عندي علاقه ستارت ستارت النشاطين ممكن تكون كمان فينش وفينش. هن ستارت ستارت وفينش وفينش النشاطين عم يكونوا متوازيين ماشيين بجزء كبير مع بعض على التوازي بس واحد تابع الثاني بشوي صغيره وهذا الشوي صغير المفهوم رح نعرفه بعد شوي. اذا بتنقرا هون نهايه B اكبر يساوي من نهايه A.
وستار تو ستار في الاراء بنحط العلاقه ستار تو ستار وفينش ستار تو ستار في الاراء هي ستار تو ستار ستارت ستارت بداية بي اكو لسان بداية ايه مفرق بيناتهم بتدعوا العلاقة انه علاقتهم هل علاقتهم اس اس او اس اس وممكن تكون اس اس و اس اس هلا بنشوف البيانية كيف بنعبر عنها. طيب اخر علاقة وهي اصعب علاقة هي ستارت تو فينش. يجب ان ينتهي النشاط A حتى يستطيع النشاط B، يجب ان يبدا النشاط A حتى يستطيع النشاط B ان ينتهي. هلا هون مباشرة يجب ان يبدا A حتى يستطيع B ان ينتهي. اذا B هو شغال وماشي ما بعرف انت بتضل ماشي لسه ما انتهى، ما بينتهي اذا ما اجى A استلم منه. اذا هون عندي علاقة الاستلام، هلا هون سباق التتابع 4 ضرب 100 اللاعب الاول والثاني. هلا اذا اخذنا احنا لاعب احمد وبشار ماشي؟ احمد وبشار، بشار هو عم يسوي الكرت الاولى خلص ما خلص ما في خلص اذا ما اجى احمد بلش يركض واخذ العصايه. هلا هون هي تطبيقات الاصطناعة كثير الورديات نوبات الحراسه نوبات المناوبه الى اخره كل هاي من هالنقاط بدك اياها بدك. اوكي اذا يجب ان يبدا النشاط الاول حتى يستطيع النشاط الثاني ان ينتهي، ما في شيء اذا ما حتى لو خلص الكلاود اذا ما اجى استلم منه المرضى مثلا طبيب ما بيقدر يترك حتى لو انتهى الوقت بده يبلش الاخر احمد بده يبلش. واعطينا شباب الاربع انواع من العلاقات. هلا السؤال كيف نعبر عنهم؟ بيانيا بيانيا العلاقة الأولى الفينش تو ستار لاحظوا هي النشاط الأول لاحظوا السهم منين طالع؟ إذا طالع من نهاية النشاط طبعا نحن بنحكي بالإنجليزي اليسار اليمين طالع من نهاية النشاط الأول فايت على بداية النشاط الثاني طالع من نهاية رايح على بداية إذا فينش تو ستار. أوكي فينش تو ستار أو فينا نقول لاحظوا هي بداية بي وبالأخضر نهاية A هي نهاية A بداية B بتكون من هون وقد ما بدنا على اليمين هون ما بتصير ابدا تبلش B هون بس ما بتصير تبلش عند الخط الازرق. اوكي بتبلش بعد الخط الاخضر اما على الخط الاخضر او بعد. اوكي من هون الزمن ماشي من يسار لليمين واضح؟ هي اول علاقة. العلاقة الثانية هي فينش تو فينش، لاحظوا السهم طالع من نهاية النشاط الأول رايح على نهاية النشاط الثاني. إذا كانت هاي نهاية النشاط الأول بالأخضر وهي بالأحمر نهاية النشاط الثاني. إذا نهاية النشاط الثاني ممكن تكون من هون وأبدأ بدي على اليمين. ما بصير على الإطلاق ينتهي هون عند الخط الأزرق. بتكون بعد الخط الأخضر. الخط الاخضر اللي هو نهاية النشاط الاول. وفينا نقراها نهاية B اكبر او يساوي نهاية A. هذا الشكل الثاني. العلاقة الثالثة ستارت تو ستارت. السهم طالع من بداية النشاط الاول رايح على بداية النشاط الثاني. معناتها اذا كان بداية النشاط الاول هو هون بالخط الاخضر بداية نشاط ثاني ممكن يكون بالخط الاحمر وقد ما بدنا على اليمين ما بصير على الاطلاق يكون هون الخط الازرق اللي هو قبل النقطة الخضراء. واضح يا شباب؟ اخر علاقة ستارت تو فينش. لاحظوا ستارت تو فينش طالع من البداية الأولى رايح على نهاية الثانية، إذا السهم طالع من البداية الأولى رايح على نهاية الثانية لهون. إذا كان الأخضر هو البداية الأولى هي بداية النشاط الأول، الأحمر هو نهاية النشاط الثاني هون
وتكون من هون وأدفع بس على اليمين. أو تصير نهاية النشاط الثاني تكون الخط الأزرق هذا قبل الخط الأخضر. إذا هي شغلة أزمنة ودائما هي إنه زمن معين بده يكون انطلاقا أو اعتبارا من لحظة معينة. يعني هذه لحظة أكبر منها. أكبر أو يساوي نازلها. طيب إذا هذول أربع أنواع من العلاقات. في أي سؤال عنهم؟ طيب هلا رح ندخل مفهومين اضافيين. المفهوم الاول اسمه لاج. لاج لاج هو عباره عن فتره تاخير زمن. هلا اذا قلت لكم نحن صبينا الطابق الاول وانتهى اليوم المساء بكره الصبح فيني بلش شيد اعمل صباع الطابق الثاني؟ فيني؟ ما فيني، مو هيك؟ ايش بغلوا من زي بالاسفنج بنزع الصبه. شو لازم نساوي؟ لازم نستنى لحتى تنشف الصبه. اذا بس انا عم استنى يعني ما عم نساوي شيء، فعلى هيك هو عباره عن فتره. اذا لازم عباره عن فتره تاخير زمني بين نشاطين اجباريه. مثلا استنى حتى ينشف، حطيت لاكوس لحتى ينشف، مثلا ادي رخصه لحتى احصل على الموافقه على الرخصه، مثلا عم استنى مواد اوليه لحتى تجي مواد اوليه، عم استنى موافقه لحتى تجي موافقه على شغله معينه. اذا كلها هي فينا نعبر عنها باللاج. اذا اللاج هو عباره عن فتره تاخير زمني بين نشاطين، هي فتره تاخير وليس فتره عمل. فهيك فينا نحط الحساب بمختلف انواع العلاقات. هلا راح نشوفها بعلاقتين. فينش ستار خلص عندي نشاط اي هون. اذا حطينا الاول اي والثاني بي ممكن نحن نقول حط اكبر او يساوي فينش ستارت بداية سي أكبر يساوي بداية نهاية A. إذا كان عندي أنا هون هي إذا في عندي علاقة فينش ستارت مع اللاج أربع أيام، معناته يجب أن ينتهي نشاط A وأنتظر أربع أيام حتى أستطيع أن أبدأ نشاط B. إذا B بلش بعد أربع أيام على الأقل من نهاية A. من هون وقد ما بدي على اليمين. ما فيني على الإطلاق بلش في هون أو أطلع من هون. إذا هيك نسوها فوق، لاحظوا بداية B أكبر أو يساوي نهاية A زائد لاج، فترة اللاج. إذا بداية B أكبر أو يساوي نهاية A زائد لاج، أكبر أو يساوي. واضح؟ هيك بنعبر عنه، إذا لاج وبالمعرفة موجب. هي مثال ثاني. بعلاقة ستارت وستارت، ذكروا المثال اللي حطينا اللي حكينا عنه مد الانابيب حفر الخندق ومد الانابيب. هلا هون انا حط لاج، مثلا بقول يجب ان يبدا الحفر، وبعد ما يبدا الحفر ب مثلا نص نهار بلش مد الانابيب. نص نهار هو كافي لحتى انه يكون بعد الحفارات شوي شي 10 امتار لحتى اقدر اجي رافعات لحتى تنزل الانابيب. اذا هون العلاقه لاحظوا بدايه A هون بداية B لازم تكون بعد بداية A بثلاث ايام هون وقد ما بدي على اليمين. ما بصير تكون هون وما بصير تكون هون طبعا. اذا وقت بكون عندي فينش وفينش وستارت وستارت بنحط مع امر احيانا بنحط معهم شوية لاج لحتى نصدق نشاط عن نشاط شوي مغيرة سواء على البداية او على النهاية. واضح يا شباب؟ في اي سؤال؟ تفضل تفضل رامي شو سؤالك؟ اي مقاطع انفجر؟ رامي المشكلة عندك انه الكل عم يسمع.
بقى لا الصوت يكون واضح، لان الصوت عم يتسجل عندي على الهارد مباشره، وليس يعني مباشره بالبرنامج عم يتسجل على الهارد وبعدين بيرفع لكم ملف. هلا انت الصوت ما عم يوصل عندك بسبب سوء النت، اما طبعا وصل عند رفقات عندك بشكل واضح، فالمفروض عم يتسجل بشكل جيد. اوكي راني لهيك هلا انا اليوم بفهم، هلا بالعاده بفهم بعد المحاضره دغري بقى نزل الملف وسمعه، سمعه من خلال برنامج يعني الريدر، وشوفه رح يكون صوته واضح انه عم سجل لوكال يعني. طيب هلا المفهوم الاخير هو مفهوم الليد. مفهوم الليد هو عكس مفهوم اللاج. اللاج هو عباره عن فتره تاخير زمني، بينما الليد هو عباره عن فتره تسبيق زمني. طبعا على طرح نحضر خلال مثال، انا عندي نشاطين وحطيت ليد بيناتهم، معناتها هيك حطيت نشاط علاقه نشاط ايه مع بي، هن فينش ستارت مع ليد، حطها فينش ستارت ناقص اربعه، ناقص اربعه ليد لانه ناقص، لو حطيت اربعه صارت لايك، اذا لا ليد عكس اللايك، معناتها انه انا بالاساس هو فينش ستارت، يعني لازم ينتهي ايه بعدين بلش بي. فهون ثلاث العلاقه بين درس النشاط، لقيت انه انا ممكن قبل ما ينتهي النشاط A بشوي بلش B في مخاطره معينه. شو معناها؟ رح اعطيكم مثال. عندي انا نشاطين، نشاط A بكون فيه احمد ونشاط B بكون فيه باسم، ماشي؟ نشاط A احمد بده يكتب، هو مبرمج بده يكتب كود معين خلال ثلاث ايام. لا لا العلاقه هي فينش ستارت، يعني قبل النهاية بشوي ما تغير نفس العلاقة فينش ستارت، لأنه فينا حط الليد بكل العلاقات. هلا أكتب عم شوف مثال ثاني. إذا أحمد بده يكتب برنامج خلال 8 أيام، وباسم بده يجي يختبر هذا البرنامج ويوصفه، يسوي اختبارات ويوثق، يعني يحط ملاحظات عليه كمان خلال 6 ايام. بعد كده عند الاساس وحطيناه انه بنخلص احمد بيعطيه برنامج لباسم، وباسم بيعطي اجراءات واختباراته وتوثيق تبعه 6 ايام. بس لقينا انه اذا باسم بعد ما او عفوا احمد بعد ما سوى 4 ايام، يعني سوى نص البرنامج تبعه، ليش باسم ما في يبلش هون باليوم مثلا الخامس بيجي بيختبر اللي انكتب الكود اللي كتب باليوم الاول والثاني، باليوم السادس بيختبر الكود اللي كتب باليوم الثالث والرابع، اليوم السابع الكود اللي كتب باليوم الخامس والسادس، اليوم الثامن هون الاخير عم يكتب الكود اللي كتب باخر يومين. بلاحظ دائما باسم عم ينفذ شغله على شغله كتبت قبل ايام. هذا الحكي حلو. الشغله بتوفر لي من مده النشاطين كانت مدتهم 8 زائد 4 تساوي 8 زائد 6 تساوي 14، صارت 8 زائد 6 ناقص 4 صارت 10 ايام. هذا بالمطلق ممتاز، ولكن في عندي مخاطره انا. مخاطره انه احمد وقت وصل لليوم السابع راح اجى عدل بالكود اللي كاتبه اليوم الاول، واللي كاتبه اليوم الثاني، واللي كاتبه اليوم الثالث. هون المشكله وين؟ هلا باسم صار بده يمد النشاط تبعه لحتى يعدل اللي اختبره، يعني على اللي اختبره ونفذه بالاساس، وممكن هالشغله تخفض له الوقت للرحله. بالضبط ممكن نخسر بقى، هذا اسمه ريسك اوف ري ورك. اوكي؟ طبعا هو ريسك ممكن يتحقق ممكن لا، بس اذا ما تحقق بكون انا رحت 4 ايام. بقى هي اداه رئيسيه رح نشوفها لاحقا بحاضره الاسبوع الجاي واللي بعده. في حال عندي انا المخطط الزمني ما كافي تبعي او الزمن طويل، مش بعد ما حسبت مده المشروع لقيت الزمن طويل، انا ممكن اضغط المشروع من خلال ندخل علاقات ليد بين انواع معينه من الانشطه. ما نحوش شو من هلا، رح نشوفه الاسبوع القادم. واضح يا شباب؟ ايه بدنا هي العلاقه هي فينش ستارت مع ليد اربعه، يعني
يبقى ينتهي النشاط الاول او قبل نهايه النشاط الاول باربع ايام استطيع ان ابدا النشاط الثاني. لاحظوا قبل نهايه النشاط، ما بقول بعد بدايه النشاط، لانه لو حاطه انا ستارت 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 تو ستارت مع ليد معناته انه النشاط في ببلش قبل بدايه نشاط A باربع ايام. اوكي لهيك يتم ستارت. ايه يا بندر؟ بالضبط يا محمد، هو نحن بدنا نشوف في امكانيه فعليه من دون ما ناثر على اليونت منتج اللي يطلع من A وB، وفينا ننفذها ولا لا؟ هلا مثلا اذا انا اخذت صب تشييد الاعمده اربع اعمده وصب السقف ما فيني، انا ما فيني صب ثلاث اعمده وبعدين شيل السقف على ثلاث اعمده او بلش تشييد السقف على ثلاث اعمده، بينهار. بس هون هالمثال اللي حكينا عنه ممكن، في امثله كثير ممكن، يعني النشاط مو كليا متعلق، النشاط الثاني مو كليا متعلق بانهاء كل شيء كل شيء بالنشاط الاول. انهاء جزء منه. طبعا انا هو الاصل. طيب واضح يا شباب، في اي سؤال؟ طبعا بده يكون ممكن المخاطره ضعيفه مثل ما عم تقول محمد، والا انا المخاطره عاديه بختار زمن وبختار جهود وبختار اجور كمان، وانا الشخص اللي يعني هلا هو والاشخاص عم يعني باسم عم ينفذ اربع ايام نشاطه لو انه دخل لا بالنهايه نشاط ايه، بس اذا صار في ريك صار عم ينفذ نشاطه بدل ما ينفذ اربع ايام صار ينفذ ايام او ثمان ايام، خسرنا زمن ذبحناه ودفعنا رواتب اكثر كمان. هلا اذا اكثر من واحد عم يقولوا مو ظاهره عندهم، هي مشكله بالتسجيل. بقى يعني تواصلوا مع منصه البرنامج انت كريستين لحتى شو او الدليفري لحتى يشوفوا شو ليش اسمكم مو طالعه الماده عنده بالموديل. طب يكون طالع في الاعداد يكون طالع. انا ما لي علاقه بالموضوع كمدرس يعني بدك تبعت للدليفري، الدليفري للسطر احمد. انه مو من عند مو صلاحيات اللي عندي لحتى اساويها. هلا بس عم نحكي ورا مين عم يفتح سيرش حتى لو ما طالع ممكن تدفع. طيب اذا هيك وصلنا هنا اليوم الجزء الاول من تخطيط الزمن، الاسبوع القادم راح اوكي اذا هيك بنحل المشكله اعتقد. طيب اذا الاسبوع القادم راح نتابع الجزء الثاني من تخطيط الزمن، راح نشوف عندي تقدير الزمن بعد ما نحن حددنا العلاقات بين الانشطه، راح نشوف كيف من يعني نوصل المخططات الشبكيه بعده طرق ونمهد لطريق السي بي ام او الفيزيكال تاسك ميثود بالاسبوع اللي بعده. طيب إيه تمام يا وداد، طبعا في اي اسئله تبعتوها على ايميل الجامعه. طبعا اما بالجلسات هون او على ايميل الجامعه. ايميلي كاستاذ وليست مدير برنامج. طيب ايه هلا البرنامج مايكروسوفت بروجكت بدنا حاطط لكم اربع جلسات تعليميه عليه موجودين كجلسات مسجله موجودين على الموديل لازم تشوفوهم وحتى تصبوا الوظيفه عليهم. هلا المهم بس بتشوف يعني بتشوف الجلسات تسمع عليها وبتطبق اللي عم تساوي بالجلسه بتكون تعلمت على البرنامج. بدنا نبقى طيب اذا ما في اسئله راح اخذ تفقد هلا الموجود الطبي حاضر. محدثكم انه كل شيء بالوظيفه شو مطلوب؟ بدنا ملف وورد وملف باوربوينت وملف بروجكت ثلاث ملفات وخمس ثلاث كلمه محدد بنص الوظيفه شو مطلوب. كويس اذا هي بالنسبه للحضور. إذا معكم أسئلة بترككم هون وأعطيكم الأسبوع القادم بنفس الوقت. إلى اللقاء. الله معكم.
الله يعافيك، مع السلامة. أنا مصر.